هذه السيارة محسوبة سيارة عتيقة موديل 1987، ومنخرط مع الجمعية الملكية سيارة العتيقة، مشينا لكركارات، مشينا لبني ملال في قيم صلاح، عملنا المسيرة الخضراء، عملناها في مكناس، ودابا عاونت جينا مع الدورة اللي عملوه هنايا سيارة العتيقة الدولية. جينا حضرنا معاهم حنا في هذا البرنامج هنايا، ودابا ان شاء الله غنسوقوا كل عام شي بحالو. وهذه الطوموبيل راه عندي ديكابي، راه عندنا سيستيم ديال رويد الشكر، انا عملنا كنا غنمشي لكركارات، ما غادي نمشي لموريتانيا وسيليكان، هما ربما غنمشيو حتى لدكار، وعاملين ديك السيستيم ديال الرويد باش الانسان اللي الطريق طويله، باش الانسان واخا كيمشي يوقع له شي امبان ولا شي حاجه كيجبر السكر، لان تما ما كاين لا اصلاحات في الطريق لا والو، الانسان كيوجد الاحتياطات ديالو باش كيمشي مزيان، ما يبقاش شي امبان في الطريق ولا شي حاجه. من ناحيه الموتور ومن ناحيه المسائل كلشي فيها مزيان الحمد لله، وفيها الويفي ديالها حتى هي عندها بالويفي ديالها، كتمشي بالويفي ديالها، فيها 220 ديال الضوء، وفيها الويفي فيها كلشي. السيارة عتيقة من السيارات الجميلة جدا اللي كتواجد اليوم، سيارة فولكسفاغن موديل 1987. صاحب هذه السيارة اللي هو عنده واحد الإعاقة بدنية، وهو المهنة ديالو ميكانيسيان، دار ليها اكسيراتور باليد، لومبرياج باليد، وفران باليد. داك الساعة غادي تشوف ان شاء الله كل شيء. هاد التقنية هادي اللي قليلة بزاف، يعني بحال اللي كتسوق شي طيارة وماشي طوموبيل. سيارة فولكسفاغن الطراز الرفيع العالي جدا، نادرة نادرة بزاف، تقريبا ما كاينينش شي خمسة في المغرب، وهذه هي الأفضل فيهم بحكم هاد التقنية العالية جدا اللي فيها. كتصاك كلشي باليد، فرانك سيراتور لومبرياج ايتو.